بنات من نشرة أهل بلد مال أنستازيا الجديد. أدري إن الكل صوره، بس قلت ما راح أصور لكم إياه إلا لما أسوي عليه توتوريال. أبي الألوان، الألوان الألوان مو طبيعية، تشوفون طبعا بنات. يعني البلد أول ما تأخذ الميك اب أرتس أو أي بنية تأخذه دائما شنو تجرب؟ تجرب الألوان الموف على البنفسجية، لأن الهبة الحين أزرق ممكن، بس ما حد جرب إنه يحط الوردي مع البرتقالي. أحس يعني هذا شوي جريء، وأنا أحب حيل هالسوالف اللي تكون الألوان جريئة. فش رأيكم اليوم نسوي تيتوريال شيء مختلف عن اللي قاعد تشوفونه بسنابات؟ نخلي البلت الحين بنات من جربت الفونديشن. طبعا أنا توي الحين أبطلهم كلهم، ما جربتهم للحين، بس أبى أشوف اللي جربهم شلونهم مال أنستازيا فونديشن جديد. وعشان نركز نسوي الفونديشن، لأن يبي له يوم كامل على ما نشوف تغطيته زينة ولا مو زينة، أو إنه ثباته زين ولا مو زين. نركز على البلت، لأن أتوقع الكل أخذ البلت هذا، نبي تشي لوكات حلوة بهالبلت. أنا صدق حمس. يلا نبلش. شوفوا راح ناخذ اللون اللي هو هذا البرتغالي، حيل فاقع شيء. شوفوا شلون تطلع، حطها كذي كذي دائرة. اوكي نطبطب دائرة، هزمهم زيادة. اوكي دائرة، ترفعين حاجبك، تسوين كذي، بعدين تدمجينه. احنا للحين قاعد نطبطب. اوكي بعدين راح نقمج شوي، راح تجيبين الفرشة هذه وتدمجينها بالطريقة. اوكي بنات اخذنا هاللون، وبعدين راح ناخذ هذا اللون ونحطه على الجفن المتحرك. هو اللون برتقالي مع فوشي. الحين ايش راح اسوي؟ راح اجيب اصفر واحطه فوقه. شوفوا الحين شلون راح يطلع اللون. راح اخذ هذا الاصفر، طبعا استخدمت الحين برتقالي فوشي والحين الاصفر فوق، بدمجه مع البرتقالي. بسرعة ندمج ان شاء الله يكتل. اوكي الحين راح اجيب لون الابيض، هم موجود بالبلت، بحطه وين؟ بحطه تحت بالعين. اوكي بعدها راح نجيب اللون البرتقالي نفس اللي سوينا فوق، اللون البرتقالي، ونحطه نيجي على الكسرة، نمشي شوي فوق. بعدين نجيب البينك نحطه فوقه، نسوي كذي وندمجه. طبعا أنا توني جربة آخر لوك، راح تشوفون شنو أنا ببالي. الأيلاينر مال، راح ناخذ الايلاينر. الايلاينر وايد حلو، شوفوا فرشتها ضعيفة بس مبوزة، يعني ما تتحرك معك. فراح نحط بس في الاطراف، كمل راح نكمل كل الاطراف، بس انا لازم حيل اقرب عند المنظرة. شوفوا وين فتحت العين، راح امد منها خط. نعبي قصدي، وعند فتحة الخط كمل سيده.
شوف الألوان. طبعا راح أوريكم إياها عدل بس بخلص كنتو وكذي. شنو راح أسوي الحين؟ التكنيك اللي بسوي شفته والوردي والأورنج اللي حطيتهم هني، راح أخذ الفرشة نفسها مالت الشادو خفرف شوي وأبلش من الشادو أنزل على البلاشر، فهمتوا؟ يعني كنا الشادو ماشي مع البلاشر، مدموج مع البلاشر، وانزل ووقف هني، وبعدين اخلي هذه المنطقه فاضيه وابلش هني. فهمتوا قصدي؟ فهذه تصير فاضيه، نفتحها شوي بالباودر فتصير يصير البلاشر من الشادو لهني، بعدين من خشم لهني. فهمتوا الستايل اللي بوصل له؟ كذي. فناخذ الفرشه هذه وندمج، ندمج اللي سويناه، حطيت شوي حطيت الوردي والبرتقالي، دمجتهم مع بعض. ناخذ البرتقالي، حاولوا تاخذون البرتقالي هذا الافتح مو اللي حطيته فوق علشان ما يصير وايد. نحط هني ندمج، نوقف وندمج هني، نحط شيء خفيف هني وهني، يطلع لك نار. اوكي الحين شوف شنو صار. صار فيه هني مثلث. تدرون ان اقوى مصورين يصورون بشكل حلو لازم يطلعون مثلث هني. من كذا راح نسوي كنا تصوير، كنا مسوي لنا فوتوشوب بالوايد حطين هني، فراح نسوي بس كذي ننظف. كثرت هذه بودرة انستازيا الجديدة، بعدها ما نزلت بس تعجب. شوف فتحنا، بس رد نسوي انزل الحمرة. راح اعطيكم تكنيك وايد حلو بعد الحين. وبنات العدسات اللي لبستهم جولدن هازل من لارين، والرموش نفس الشيء من لارين رقم 8. اوكي خل كنتر الخشم شوي يسوي كنتور خفيف. الحين بنات شو راح نسوي؟ راح نسوي الشفايف نحددها. هذا من شارلوت وقلم. شنو اللون؟ ليبتشيتس لوف تراب، اسمه لوف تراب. بنات خيال هذا من شارلوت مو موجود في البوتيك. فنحط، راح اصور لكم اياه لان حيل حلو. اوكي باريك تكنيك حلو وايد راح تحبونه. اوكي حطينا. راح نحط لون وايد فاتح عشان انا اتحكم باللون اللي ابي. فراح ناخذ، خلي اشوف حمره شوي فاتحه، خلاص ما نبي حمره ثانيه، نكتفي بالمحدد. اوكي بالفرشة اللي سوينا فيها البرتقالي ونحدد المنطقة عشان تصير طبيعية. شوفوا أنا قاعد أحدد، لو تلاحظون قاعد أحدد كذي أدمج. يعني ناخذ البرتقالي شوي، ناخذ معه شوي أصفر، بحس يطلع حلو. نحدد شي، ندمج ما نبي تحديد. الحمرة من زمار حاطتها ورايحة. اوكي تمام الحين نبلش بالإضاءة. راح ناخذ الإضاءة ونحطها خط هني لتحت. ليش ما تبين وايد؟ الإضاءة راحت. نحط هني، ايوه اوكي، ونحط وين؟ تحت الحاجب، بس الفرشة اضعف عشان تنظفون الفرشة بسرعة، وانتي قاعد تستخدمين تنظفينها. بس نخلص. اوكي راح ابدا نحط عند ملعين لي تحت خط بالنص، ندمج لي تحت، ما نحطه داخل هني، لا تحت كذي. اوكي شوفوا وخلصنا اللوك.
طبعا بسوي شعري واسوي لكم شيء شيء اشياء نظارة وحركات وكذي. ان شاء الله عجبكم اللوك، ترى وايد حلو بالصدق، والله وايد حلو. ما بصور لكم يا عدل، بروح اصور تشيب خلفيه كذي واحط لكم الفيديو على انستغرام. حدي تحمست عليه، حيل حبيته خصوصا شو سويت هذه الابيض تحت العين، صارت شي شنها داخل، بعد الحمرة انه شلون شي في اطرافها على البرتغالي مو باينه، شنها طبيعيه باضاءه البلاشر، تكنيك البلاشر. انا مألفته، والله انا مألفته هني وهني وهني، ما في حيل حلو. بعد تشوفون الميك اب، تخيلوا من غير اضاءه، من غير افكت، من غير ولا شيء. قاعد تشوفون الالوان، شوفوا البلاشر حيل حبيت.